السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة سنة تالتة هناخد وحدة جديدة وهي الوحدة الثالثة بعنوان في حب مصر. الدرس الأول هيا نتعاون. يلا بينا نبدأ درسنا. بيقول لنا إيه؟ اجتمعت الأسرة على مائدة الطعام تتناول الغداء. الأطعمة كثيرة تزيد على حاجة الأسرة. سؤال هنا يقول لنا إيه؟ أين اجتمعت الأسرة ولماذا؟ هنقول اجتمعت الأسرة على مائدة الطعام لتناول الغداء. معنى مائدة منضدة للطعام، جمعها موائد، معنى تزيد تفيض، عكسها تنقص. كمان ممكن هنا جه سؤال يجي يقول لنا ايه؟ ما الوجبة التي تحدث عنها الدرس؟ هنقول وجبة الغداء. بعد كده بيقول لنا ايه؟ فرغ الجميع من تناول الغداء، تبقى طعام كثير، معنى فرغ انتهى، معنى تبقى زاد او فاض. ما الذي تبقى بعدما فرغ الجميع من تناول الغداء ولماذا؟ هنقول تبقى طعام كثير. ولماذا؟ لأن الأطعمة كانت كثيرة تزيد على حاجة الأسرة. نظر الأب إلى الطعام المتبقي قائلا: كثير من الأسر لا تجد ما يكفيها من الطعام، تعالوا نفكر ونتعاون في مساعدة هذه الأسر من أجل مصرنا الحبيبة. معنى مساعدة معاونة. لو قلنا مثلا ماذا قال الأب بعدما نظر إلى الطعام المتبقي؟ هنقول قال الأب: كثير من الأسر لا تجد ما يكفيها من الطعام، تعالوا نفكر ونتعاون في مساعدة هذه الأسر من أجل مصرنا الحبيبة. قالت الأم: الحل موجود. قال الجميع: وما هو؟ قالت الأم: البنك. قال باسم: هل نضع لهم أموالا في البنك؟ قالت الأم: أقصد بنك الطعام. معنى أقصد يا سنة تالتة أعني. لو قلنا ما الحل الذي اقترحته الأم للاستفادة من الطعام الزائد؟ هنقول هو إيداع الأطعمة في بنك الطعام. طب لو قلنا ما اسم البنك الذي يودع فيه الناس الطعام؟ هنقول اسمه بنك الطعام. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قالت بسمة: ما معنى بنك الطعام؟ قال الأب: بنك الطعام فكرة لمساعدة الفقراء والمحتاجين، نودع فيه الأطعمة. معنى نودع: نترك ونحفظ، عكسها ايه؟ نسحب أو نأخذ. لو قلنا سنة تالتة ما المقصود ببنك الطعام؟ هنقول هو بنك يودع فيه الناس الأطعمة لمساعدة الفقراء والمحتاجين. ممكن كمان نقول ايه؟ ما الفرق بين بنك الطعام وبنك الأموال؟ هنقول بنك الطعام هو نحفظ فيه الطعام لتوزيعه على الفقراء، لكن بنك الأموال يحفظ فيه الناس أموالهم. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قالت بسمة: ما أجمل أن نساعد المحتاجين. المحتاجين سنة تالتة جمع مفردها المحتاج. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قال باسم: وما الأطعمة التي نودعها في هذا البنك؟ قال الأب: نودع فيه جميع أنواع الأطعمة. ممكن نقول هنا ايه؟ ما الأطعمة التي تودع في بنك الطعام؟ هنقول جميع أنواع الأطعمة. قالت بسمة: وماذا يفعلون بهذه الأطعمة يا أبي؟ قال الأب: يوزعونها على الفقراء والمساكين من أهل الحي. معنى يوزعونها يعني يفرقونها، عكسها يجمعونها. لو قلنا هنا سؤال ماذا يفعلون بهذه الأطعمة؟ هنقول يوزعونها على الفقراء والمساكين من أهل الحي. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قال باسم: ومن أين يحصلون على هذه الأطعمة؟ قالت الأم: تقوم كل أسرة بإيداع الأطعمة في هذا البنك. يبقى لما يقول لنا من أين يحصل بنك الطعام على هذه الأطعمة؟ هنقول ايه؟ تقوم كل أسرة بإيداع الأطعمة في هذا البنك. معنى إيداع وضع. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قال الأب: يقوم الشباب بتوزيع الطعام على الأسر المحتاجة يوميا. لما نقول كيف يساعد الشباب الأسر المحتاجة؟ هنقول ايه؟ يقوم الشباب بتوزيع الطعام على الأسر المحتاجة يوميا. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قال باسم: فكرة رائعة سأخبر بها زملائي. زملاء جمع مفردها زميل. بعد كده بيقول لنا ايه؟ قال الأب: مساعدة المحتاجين واجب علينا جميعا لننهض بمصرنا الحبيبة. معنى ننهض بمصرنا نتقدم بها. لما نقول ماذا قال الأب عن مساعدة المحتاجين وما أهميتها لمصر؟ هنقول قال الأب: مساعدة المحتاجين واجب علينا جميعا لننهض بمصرنا الحبيبة. قالت الأم: ما أجمل أن نتعاون لنحيا جميعا سعداء. معنى نحيا نعيش، عكسها نموت.
تعالوا بقى نشوف ايه اللي اتعلمناه من الدرس. هيجي سؤال يقول لنا ايه؟ ماذا نتعلم من هذا الدرس؟ هنقول ايه؟ مساعدة الفقراء والمحتاجين، وان التعاون يجعلنا نعيش سعداء. يلا بينا سنة تالتة ننتقل على بعض الاسئلة الموجودة على هذا الدرس. اول حاجة عندنا سنة تالتة بيقول لنا ايه؟ بيقول اجب. اول سؤال عندنا بيقول لنا ايه؟ ما المقصود ببنك الطعام؟ هنقول هو بنك يودع فيه الناس الأطعمة لمساعدة الفقراء والمحتاجين. بعد كده بيقول لنا ايه؟ ما الأطعمة التي تودع في بنك الطعام؟ هنقول جميع أنواع الأطعمة. يلا بينا كده ناخد شوية قرائية. أول حاجة عندنا بيقول لنا ايه؟ حلل إلى أصوات. أول كلمة عندنا الطعام. الطعام سنة تالتة زي ما انتوا شايفين الطاء عليها شدة. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الألف واللام والطاء الأولى في مقطع، والطاء الثانية في مقطع، والعين والمد بالألف في مقطع، والميم في مقطع. بعد كده كلمة نودع، النون والمد بالواو مع بعض، والدال لوحدها في مقطع، والعين لوحدها في مقطع. بعد كده بيقول لنا ايه؟ هات كلمات على نفس الوزن. اول كلمة عندنا الحبيبة. الكلمات على نفس وزنها الطبيبة، العجيبة، الغريبة. بعد كده كلمة ايه؟ موجود. الكلمات اللي على نفس وزنها محمود، معبود، محدود، مفقود. بعد كده بيقول لنا ايه؟ اكمل شبكة المفردات. كلمة ايه اللي عندنا دي سنة تالتة؟ كلمة بنك الطعام، عايزها في شبكة. هنقول ايه بقى اللي فيها؟ فقراء، الشباب، طعام، مساكين، الاسر. ممكن اي حاجة تانية سنة تالتة نزودها مع الكلمات دي. بعد كده بيقول لنا ايه؟ اكمل خريطة الكلمة. كلمة ايه اللي عندنا؟ نودع. طبعا انتوا عارفين الخريطة بنجيب المرادف والمضاد والنوع والجملة. مرادف نودعه نتركه او نحفظه، والمضاد نسحبه او نأخذه، والنوعها ايه؟ فعل. والجملة نودع الأطعمة في بنك الطعام. بعد كده بيقول لنا ايه؟ حدد معنى كلمة اقصد في الجملتين. اول جملة بتقول قالت الام أقصد بنك الطعام، والجملة التانية بتقول لنا إيه؟ أقصد المستشفى للعلاج. أول أقصد في رقم واحد معناها إيه؟ أعني، لكن أقصد في رقم اتنين معناها إيه؟ أذهب إلى أو أتوجه إلى. وبكده سنة تالتة يكون درسنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.